إذن مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة، أرحب بحضراتكم وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان رماح، وفي هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في نسخته الخامسة وفي رابع أيام هذا المهرجان، لنشهد وإياكم فعاليات سن الثنايا وسن الحيل وسن الزمول. مشاهدين الكرام تهانينا ونماس لجميع الفائزين بالأشواط الماضية، وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ. أنطلق وإياكم مع انطلاقة شوطنا السابع للثنايا الإبكار، لتنطلق وتبحر هذه الشعارات في رحلة بحث وتنقيب عن الفوز وعن الانتصار. أتابع مقدمة الأسماء والمركز الأول، أتابع انطلاقة شعارك يا أبو طالب يتقدم ويقدم مخايل، وشعار الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يتقدم ويقدم شعاره على المركز الأول. ثاني الأسماء الحضور والتواجد من الجذابة بشعار محمد بن سعيد بالكيلة العامري يتقدم ويحضر لنا بشعاره على ثاني الأسماء. ثالثا التواجد والحضور والانطلاق من شعار بن قنزول يتقدم مع المتحدة، وشعار سهيل بن مسلم بن قنزول العامري يتقدم مع ثالث شعار الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان يتقدم ويقدم لنا الفاتنة على مستوى رابع الأسماء. خامسا الحضور والتواجد من هذا الاسم الزعيمة تتقدم، وشعار موسى بن عبد العزيز الموسى يتقدم مع خامس الأسماء. سادسا وتابع الحضور والتواجد من شعار بن بشان يتقدم مع النويعس وحمد بن محمد بن بشان العجمي ينطلق ويقدم لنا شعار. سابعا الحضور والتواجد من شعار بن نشير يتقدم مع منصورة وجابر بن راشد بن عبد الهادي بن نشير المرية يقدم لنا شعاره وينطلق. ها هو النداء الأول أتممته على مسامعكم الكريمة، ولكن العودة إلى مقدمة الأسماء، العودة إلى البداية، إلى شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يتقدم ويقدم لنا مخايل على المقدمة وعلى الصدارة، يتقدم ويدفع لنا بمخايل على المركز الأول. ولكن من غير من انطلق للبداية شعار بن قنزول يتقدم ويقدم لنا انطلاقة شعار، يقدم لنا المتحدة يتقدم سهيل بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامرية ينطلق للبداية. هذا الشعار الحاصد للإنجازات في هذا المهرجان،
التقدم بن قنزول يحضر لنا بشعار الأشقاء القادمين من دولة الإمارات ليشاركوننا فرحتنا في هذا المهرجان الغالي. فأهلا بكل الحاضرين وأهلا بكل القادمين. ثالثا وتابع شعار بالكيلة يتقدم ويقدم لنا الجذابة ليحضر لنا بماركات الجذابة. يتقدم محمد بن سعيد بالكيلة العامري يتقدم ويقدم لنا شعار على ثالث الأسماء. رابعا وتابع الحضور والتواجد من شعار الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان يقدم لنا الفاتنة ويحضر لنا بشعار على رابع الأسماء. خامسا وتابع الحضور والتواجد والانطلاق من شعار حمد بن بيشان بن حمد العجمي يقدم لنا النويعس على خامس الأسماء. أتابع الشعارات القادمة، ولكن من يريد الإذاعة ومن يريد الشهرة فليتقدم. أعود إلى مجريات الأمور وإلى المقدمة، إلى بن قنزول وشعاره الكبير إلى بن قنزول وانطلاقه. يتقدم ويحضر لنا بالمتحدة، ولكن مخايل تتقدم وتحضر لنا مخايل بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ينطلق ويحضر لنا بمخايل. ثالثا نتابع بالكيلة وشعار شعار اعتاد على المنصات واعتاد على الأشواط الرئيسية يحضر وينطلق بالجذابة محمد بن سعيد بالكيلة العامري يتقدم ويقدم لنا الجذابة. رابعا وتابع التواجد والانطلاق والحضور من فوارس وانطلاقة محمد بن علي بن ناصر الغفراني يقدم لنا فوارس مع رابع الأسماء. خامسا وتابع الحضور والتواجد والانطلاق من شعار الفاتنة ويتقدم شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان يحضر ويقدم لنا شعارك. والقادم وتابع شعار جابر بن حمود العصيمي ينطلق ويقدم لنا معزة. وأرى الأسماء والشعارات بدأت بالظهور، ولكن العودة يا مضمرين، العودة يا كبار إلى مخايل وانطلاقة مخايل. تتقدم على البداية والمركز الأول يحضر شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يتقدم ويقدم لنا مخايل. يا سلام على المركز الأول وعلى صدارة الأسماء، بينما بن قنزول يحضر ويتقدم مع ثاني الأسماء. يقدم لنا المتحدة ويتقدم سهيل بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامرية يتقدم ويغير إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. ثالثا وتابع الحضور والتواجد من بالكيلة يقدم لنا الجذابة. يتقدم محمد بن سعيد بالكيلة العامري
ولكن أرى الغفران بدأ ينطلق وبدأ يتحرك مع فوارس محمد بن علي بن ناصر الغفراني المري. وتابعها للطائف بدأوا ينطلقون مع معزة جابر بن حمود العصيمية. الأسماء قادمة، الشعارات حاضرة، ولكن انطلقت مخايل، تقدمت مخايل. انطلق شعار الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومن يتابعها في دارة التضمير سعد بن طالب بن شريم المرية. روح يا ابو طالب روح الى الفوز الى النماس. ولكن الغفراني عنده علوم يقدم لنا فوارس محمد بن علي بن ناصر الغفراني المرية وبن جنزول ينطلق مع ثالث الأسماء الكيلو الأخير الكبير. يا أهل الثنايا انطلق، ولكن مخايل الغفراني غير، الغفراني انطلق على البداية على المركز الأول يقدم لنا فوارس. العصا راقدة ونايمة فطانها، ينطلق شعار محمد بن علي بن ناصر الغفراني القادم بن بنية مع سحلة صالح بن بنية البلوية وبن قنزول. ولكن الغفراني الغفراني ما الذي تفعلونه؟ انطلقوا للفوز، انطلقوا للنماس. تقدمت فوارس ومحمد بن علي بن ناصر الغفراني ينطلق مع صيحات الجماهير. يتقدم الغفراني ثانيا بوريان، يتقدم مع سحلة صالح بن بنية البلوية. ولكن الغفراني لله درك على هذا العروض الكبيرة والممتازة. والقادم شعار عبد الله بن سعد الفيدة المرية. ولكن الغفراني الغفراني الأمتار الأخيرة يبب ونوميس لشعار محمد بن علي الغفراني المري على هذا الفوز. ثاني الأسماء كان الحضور والتواجد من شعار صالح بن بنية البلوي، وثالثا كان الحضور والتواجد من شعار عبد الله بن سعد بن طالب الفيدة المري. رابع الأسماء كان شعار محمد بن سعيد بالكيل العمري. خامسا شعار سهيل بن مسلم بن قنزول العامري. تانينا والنوماس لمالك فوارس محمد بن علي بن ناصر الغفراني المري على ذو الفوز الكبير والمستحق.